السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الاجتماعيات للصف الأول متوسط. وصلنا إلى الفصل الرابع، أهم المراكز الحضارية في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، صفحة 69. راح نقرأ الدرس بالكتاب وبعدين أعطيكم ملخص سؤال وجواب. المقومات الجغرافية لحضارة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. أول شيء هنا نوضح ليش سموها بشبه الجزيرة العربية، لأن هنا تحيطها مياه من كل الاتجاهات، تحيطها مياه من أغلب الاتجاهات، فقط هنا عندنا هذه الاتجاهات تحيط بها اليابسة، لذلك سميت بشبه الجزيرة العربية. صار واضح؟ هسه نجي إلى المقومات الجغرافية لحضارة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. المقومات الجغرافية هي الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ والموارد الطبيعية. أول شيء الموقع الجغرافي، أين تقع شبه الجزيرة العربية وما حدودها؟ يعني أين تقع وما هي الدول التي تحدها؟ تقع شبه الجزيرة العربية في الطرف الجنوب الغربي لقارة آسيا. تقع شبه الجزيرة العربية في الطرف الجنوب الغربي لقارة آسيا. هنا عندنا هذه قارة آسيا، هي تقع في الجزء الجنوب الغربي، في الجزء الجنوب الغربي من قارة آسيا. ما هي حدودها؟ يحدها من الشمال العراق وبلاد الشام، ومن الشرق الخليج العربي وخليج عمان، ومن الجنوب الشرقي المحيط الهندي، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الغرب البحر الأحمر. هنا نوضح عندنا في هذه الخارطة يحدها من الشمال العراق وبلاد الشام، ومن الشرق الخليج العربي وخليج عمان، ومن الجنوب الشرقي هنا عندنا المحيط الهندي، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الغرب هو البحر الأحمر. هذه الحدود شبه الجزيرة العربية. ما أهمية هذا الموقع بالنسبة لشبه الجزيرة العربية؟ هذا الموقع جعلها وسيطاً تجارياً برياً بين بقية الأمم، يعني هي تعتبر ممر بري، تعتبر ممر بري لبقية هذه الأمم. صار واضح؟ هذه هي أهمية الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية، جعلها وسيطاً تجارياً برياً بين بقية الأمم. أما بلاد الشام، بلاد الشام أين تقع؟ تمتد من جنوب جبال طوروس إلى شبه جزيرة سيناء، تتصل بالصحراء الغربية، ومن الساحل البحر المتوسط غربا إلى العراق شرقا. هذا هنا عندنا سؤال، أين تقع بلاد الشام؟ أين تقع بلاد الشام؟ لأن هنا شنو عندنا؟ عندنا شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. فشبه الجزيرة العربية عرفنا موقعها وحدودها، هسه نجي إلى بلاد الشام. تمتد من جنوب جبال طوروس إلى شبه جزيرة سيناء، تتصل بالصحراء الغربية، ومن ساحل البحر المتوسط غربا إلى العراق شرقا. وبهذا أصبحت بلاد الشام هي حلقة وصل بين الحضارات القديمة المجاورة لها. هنا عندنا تعليل، أصبحت بلاد الشام حلقة وصل بين الحضارات القديمة المجاورة لها. راح نذكر هذا الموقع بالنسبة لبلاد الشام. صار واضح؟ هذا بالنسبة للموقع الجغرافي. زين، هسه نجي إلى التضاريس. تشكل الهضبة معظم مساحة شبه الجزيرة العربية، هذا يجي على شكل فراغ. تشكل الهضبة معظم مساحة شبه الجزيرة العربية، تنحدر من جبال الحجاز والعسير غربا والباطنة شرقا، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية تبرز مرتفعات الجبل الأخضر، ويمتد سهل تهامة بين ساحل البحر الأحمر والجبال القريبة منه. وفي اليمن، هسه هاي عندنا شبه الجزيرة العربية، أما في اليمن تمتد سلسلة جبال عسير مكونة هضبة جبلية بركانية الأصل، وحيثما وجد الماء قديما نجد آثار العصور الحجرية وتأثيرات الحضارات المجاورة، لأن احنا ذكرنا المستوطنات البشرية دائما تكون هي قرب المياه، والحضارة أنشأت قرب المياه، فأينما وجد مياه راح هنا تكون موجودة آثار العصور الحجرية اللي هي نشأة الحضارة، بداية الحضارة. صار واضح؟ في حين استمرت المراكز الحضارية وازدهرت في اليمن، هنا عندنا تعليل، لماذا استمرت المراكز الحضارية وازدهرت في اليمن؟ الجواب، وذلك لوفرة المياه وحسن إدارتها.
لوفرة المياه وحسن إدارتها. طبعا هذا أعطيتكم إياه ملخص. أما في بلاد الشام، هسه نجي إلى تضاريس بلاد الشام، فيكون الشكل العام لسطح الأرض هضبة مرتفعة تنتهي غربا بسلسلتي الجبال المعروفة حاليا بجبال لبنان الشرقية والغربية، وفي الجنوب الغربي يقع منخفض البحر الميت وغار الأردن. صار واضح؟ هذا بالنسبة لتضاريس بلاد الشام. يعني هنا عندنا تضاريس الجزيرة العربية واليمن وبلاد الشام، هذا يجي على شكل تكلم عن التضاريس أو اشرح عن التضاريس. صار واضح؟ وهنا عندنا تعليل، لماذا استمرت المراكز الحضارية وازدهرت في اليمن؟ الجواب لوفرة المياه وحسن إدارتها. هسه نجي إلى المناخ. طبعا المناخ مهم بتعاليل وفراغات. كان المناخ في العصور الحجرية أكثر مطرا مما عليه الآن، هذا يجي على شكل فراغ. كان المناخ في العصور الحجرية شلون كان؟ أكثر مطرا مما هو عليه الآن، لكن تبدل المناخ نحو الدفء والجفاف. طبعا بالمناسبة المناخ ماي، احنا من اللفظة لفظة المناخ للسهولة لان متعلمين على هذه المناخ، بس هو الاصح نقول المناخ، المناخ يعني بالضمة. جعل مناخ الحار الجاف يسود في معظم اراضي شبه الجزيرة العربية. هنا عندنا تعليل، مناخ شبه الجزيرة العربية هو مناخ الحار الجاف. لماذا؟ نقول بسبب موقعها المتأثر بالرياح الجافة، موقعها المتأثر بالرياح الجافة. مثل ما تتذكرون مصر، مصر كذلك المناخ مالتها حار وجاف بسبب هبوب الرياح الجافة، كذلك شبه الجزيرة العربية بسبب تأثيرها بالرياح الجافة. في حين تتمتع جبال اليمن بمناخ معتدل الحرارة ذي الأمطار الصيفية. هذا شلون هنا يكون المناخ في جبال اليمن؟ يكون مناخ معتدل الحرارة ذي أمطار صيفية، لأن طبعا هي تطل على مسطحات مائية اليمن فيكون معتدل الحرارة. وفي بلاد الشام يسود مناخ يتصف بصيفه الحار الجاف وشتائه البارد الممطر. هذا مناخ بلاد الشام، هذا يجي فراغات. شلون يكون المناخ في بلاد الشام؟ يسود مناخ يتصف بصيفه الحار الجاف، في الصيف يكون حار جاف وفي الشتاء يكون بارد ممطر. وتكون المناطق الجبلية أكثر اعتدالا في الصيف وأكثر مطرا في الشتاء. هنا عندنا تعليل، لماذا المناطق الجبلية أكثر اعتدالا في الصيف وأكثر مطرا في الشتاء؟ نقول بسبب ارتفاعها وتأثير هبوب الرياح الغربية الرطبة عليها. هذا كذلك تعليل اعطيتكم اياه بالملخص. ويزداد الحر والجفاف بالاقتراب من الصحراء الغربية. هنا كذلك عندنا تعليل، لماذا؟ الجواب بسبب تأثير الرياح التجارية الجافة. هذا هنا عندنا موضوع المناخ موضوع مهم بتعاليل الفراغات. هسه نجي الى الموارد الطبيعية. تفتقر الجزيرة العربية الى الانهار والبحيرات، لماذا؟ الجواب بسبب المناخ الصحراوي، لان يسودها المناخ الصحراوي، ما بيها انهار ما بيها بحيرات، يعني ما بيها مياه سطحية، لكن ارضها تختزل المياه الجوفية التي تظهر بشكل ابار وواحات. فقط في شبه الجزيرة العربية المياه تتوفر مياه جوفية التي تظهر بشكل آبار وواحات، أكبرها واحتا القطيف والإحساء، هذا يجي على شكل فراغات. حيث الزراعة المروية، يعني شنو؟ يعني هنا اعتمدت على الزراعة على الري، اعتمدت الزراعة هنا على الري. ليش؟ لأن هي ما عندها أمطار، ما تعتمد على الأمطار، لا تعتمد على الزراعة المروية، يعني يسقون هذه الزراعة، يسقونها طبعا من هذه الآبار والواحات اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية. في حين تعتمد الزراعة في اليمن على الأمطار، أما في اليمن تعتمد الزراعة على الأمطار، هذا يجي فراغ، التي حبست مياهها الوفيرة بالسدود والأودية. أما بلاد الشام يظهر الماء السطحي الجاري في جزء من نهر الفرات المار بالقسم الشمالي الشرقي من البلاد. في بلاد الشام يوجد هنا قسم من نهر الفرات المار بالقسم الشمال الشرقي من البلاد، وفي أنهار قصيرة قريبة من البحر في لبنان وسوريا وفي نهر الأردن، هذا في بلاد الشام. طبعا هنا نهر الفرات وين؟ في سوريا. وأنهار قصيرة قريبة من البحر في لبنان وسوريا وفي نهر الأردن.
وهي مناطق ذات تربة خصبة وغابات ومناخ ممطر شتاء، استوعبت عدد أكبر من السكان موازنة بالمناطق شبه الجافة في بقية البلاد. طبعا هنا اكو يعني اراضي زراعيه خصبه وامطار، فهنا راح تكثر عدد السكان. وقد استخدم العرب الصخور في بناء مدنهم، هنا يجينا فراغات، في تدمر والانباط والغساسنه واليمن وسبأ ومأرب وحمير ومعين وكنده ومكه. اما القبائل الرحل اللي هي قبائل الرحاله سكنت الخيام في مواضع مؤقتة. لماذا سكنت الخيام في مواضع مؤقتة؟ وذلك بحسب توافر الماء والعشب، يعني هي يعني ما مستقرة بمكان، لا أي مكان يوجد به ماء وعشب طبعا للحيوانات اللي وياهم، فراح تسكن في هذا المكان بحسب توافر الماء والعشب. صار واضح؟ هذا ملخص الدرس. أين تقع شبه الجزيرة العربية وما هي حدودها؟ الجواب: تقع في الطرف الجنوب الغربي لقارة آسيا، يحدها من الشمال العراق وبلاد الشام، ومن الشرق الخليج العربي وخليج عمان، ومن الجنوب الشرقي المحيط الهندي، ومن الجنوب البحر العرب، ومن الغرب البحر الأحمر. هذه اعطيتكم إياها كذلك حددتها إذا تجي على شكل فراغات. سؤال: ما أهمية موقع شبه الجزيرة العربية؟ الجواب: هذا الموقع جعلها وسيطا تجاريا بريا بين بقية الأمم. سؤال: أين تقع بلاد الشام؟ أو يجي السؤال بصيغة أخرى: لماذا أصبحت بلاد الشام هي حلقة وصل بين الحضارات القديمة؟ الجواب: لأنها تمتد من جنوب جبال طوروس إلى شبه جزيرة سيناء، تتصل بالصحراء الغربية ومن ساحل البحر المتوسط غربا إلى العراق شرقا، يعني بسبب موقعها جعلها حلقة وصل بين الحضارات القديمة. تشكل فراغ معظم مساحة شبه الجزيرة العربية الهضبة، هذا يجي فراغ. علل: استمرت المراكز الحضارية وازدهرت في اليمن. الجواب: لوفرة المياه وحسن إدارتها. هنا عندنا فراغ: كان المناخ في العصور الحجرية أكثر مطرا مما عليه الآن. علل: يسود المناخ الحار الجاف في معظم أراضي شبه الجزيرة العربية. الجواب: بسبب موقعها المتأثر بالرياح الجافة. فراغ: تتمتع جبال اليمن بمناخ معتدل الحرارة للأمطار الصيفية. وفي بلاد الشام يسود المناخ فراغ الحار الجاف في الصيف وشتاؤه البارد الممطر. علل: تكون المناطق الجبلية أكثر اعتدالا في الصيف وأكثر مطرا شتاء. الجواب بسبب ارتفاعها وتأثير هبوب الرياح الغربية الرطبة عليها. علل: يزداد الحر والجفاف بالاقتراب من الصحراء الغربية بسبب تأثير الرياح التجارية الجافة. هنا عندنا تعليل: تفتقر الجزيرة العربية إلى الأنهار والبحيرات. الجواب: بسبب المناخ الصحراوي. علل: تعتمد الزراعة في شبه الجزيرة العربية على الري، يعني تكون الزراعة مروية. الجواب: لأن أراضيها تختزن المياه الجوفية التي تظهر بشكل آبار وواحات. تعتمد الزراعة في اليمن على فراغ على الأمطار. يستخدم العرب فراغ في بناء مدنهم. الجواب هو الصخور. علل: قبائل الرحل سكنت الخيام في مواضع مؤقتة. الجواب: ذلك بحسب توافر الماء والعشب. هذا ملخص درسنا لهذا اليوم، بالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.